بكم في هذه الأمسية التي تحدث فيها الأستاذ عبيدلي عبيدلي عن موضوع يتعلق بالمعلومات وصنع القرار. وكما هو معلوم فإنه من الصعوبات بمحل لأي فرد أو مؤسسة أو دولة أن تصدر قرار من غير توافر المعلومات، لأن إذا قلت المعلومات أو نقصت فإنه من الصعوبة أن يكون القرار قرار صائب ويستطيع أن يحيط بكل ملابسات الموضوع الذي يتعين إصدار فيه القرار. هذا بشكل عام، ولكن بشكل تفصيلي وبشكل حرفي وبالتفصيل سنترك المجال للأستاذ عبيدلي العبيدلي للتحدث في موضوعه، وهو غني عن التعريف، وإذا في حاجة للتعريف المختصر فإنه يعرف نفسه بأنه صحفي وكاتب مقال يومي في الصحافة المحلية، فنترك له التحدث في هذا الموضوع فليتفضل. مساء الخير جميعا. في البدء أشكر الرفاق في جمعية التقدمي على دعوتهم لهذا اللقاء، وبالتالي اتاحت الفرصة لتجاذب أطراف الحديث بيني وبين يعني نخبة من كوكبة من المثقفين والمناضلين البحرينيين. في الحقيقة كانت هناك مجموعة من الخيارات لعنوان هذه الندوة. أعتقد يعني يستحق الرفيق أحمد الشملان رفيق فوزي الترحيب، فهم علام من يعني في حركة التحرر الوطني البحريني، خاصة الشيخ الرفيق أحمد الشملان له تاريخ يسبق الجميع في هذا المجال. رحب بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا الأخت فوزية. الحقيقة كثير من أحاديث شخصية ورسمية والتجارية والسياسية، يعني نحن نسمع تتكرر مسألة المعلومات والمعلوماتية والبيانات والمعرفة والمعرفية، وبالتالي يعني هناك ضرورة للتمييز بين كل مفرد من المفردات. والشيء الثاني يعني أيضا صنع القرار في البلاد العربية يشوب كثير من الغموض، وبالتالي أنا عندما يعني اخترت مع الإخوان في المنبر هذا الموضوع كان على أساس أن هناك علاقة بين المعلومات وصناعة القرار. قبل أن أبدأ هذا الموضوع بستعرض معكم ثلاث قضايا مرت بي وأنا أبحث لبقي يعني لإيجاد العلاقة الحميمة المتبادلة بين المعلومات وصناعة القرار. طبعاً إحنا بنتكلم عن أول شيء المعلومات، أنواعها، مفهومها، بعدين القرار بنعرفه، وبعدين نتكلم عن العلاقة بين المعلومات وصناعة القرار، وبعدين نتكلم يعني أسئلة وأجوبة. طبعاً هذا شخصية معروفة، بيكاسو. بيكاسو مرة هو راجع البيت فاكتشف ان بيته محفوظ حجر فوق، وانه يعني اعتقد ان اللصوص او احد اقتحم البيت للسرقة، وشاف رفيجه زعلان او غضبان، فلما سأله ليش كان جوابه ان هؤلاء الاقبياء لم يسرقوا اي من لوحاتي. هذا كان قرار بيكاسو ازاء الحارث اللي شافه. يعني الثلاث قصص اللي بقول لكم اياها خلوا بالكم، لان بالاخير بسالكم سؤال لا علاقه بالمعلومات وصناعه القرار. هذا برنانشو. برنانشو يا واحد مؤلف مبتدئ ورواه كتاب هو مؤلفه، فبعد ما قرا برنانشو كان جوابه يقول محاوله طيبه ولكنني عيب على المؤلف انه نقل اقوالا سخيفه لكتاب مجهولين. الكتاب كله كانت من اقوال برنانشو، نقل نص،
فهو يقول أقوال سخيفة لكتاب مجهولين، أرجو أن يحالفه الحافظ المحادثة القادمة فينقل آراء وأفكار لكتاب كبار وينسبها لأصحابه. فقال أنه أخذ من كتاب مجهولين بائسين ونخلي ينقل لكتاب صحيح وينسبه ما يستقى بدون ما ينسبه لأصحابه. الثالث الحقيقة وهي الأهم، في مرحلة يعني أعتقد أيام الدولة الأموية كان في نوع من يعني موجة فقر الحقيقة أو كساد تجاري واقتصادي، وإحنا نعرف أن الشعراء دائما يحضرون الملك أو الأمير يلقون على الشعر يفحهم بمجموعة من يعني من الدراهم أو الأموال، وبعدين يعيد الكرة، يبدو أن هذا الملك ما كان يعطي فلوس، فأي الشاعر قال أنا بقول لك نصوص وكل رقم فيها تعطيني نفس الرقم اللي يصل تعطي اللي أقول لك إياه تعطيني مقابلة دينار أو درهم. فأول نص قال إلهكم إله واحد، قال عطوا درهم. بعدين قال ثاني اثنان إذ هما في الغار، قال عطوا درهمين. بعدين قال لا تقولوا ثلاثة انتهوا، قال عطوا ثلاثة دراهم. المهم استمر إلى قال إني رأيت 11 كوكبا، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فهني الملك قال وقفوا عطوا دبل اللي له وأنا أبي بس يوقف خلاص. فقالوا له ليش؟ يعني خلي واصل. قال لهم لأن أخاف يوصل لآية الأنبياء اللي الله يخاطب في يونس اللي قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فقال بعطي دبل أحسن ما توصل 100,000. فقالوا في الثلاث الشاعر وقصته مع الملك، بيكاسو قصته مع البوغا، برنشو قصته مع القصة المسروقة. وبقول لكم وين العلاقة بينه وبين القرار. المعلومات الحقيقة احنا نسمع في بعض الواحد يقول حقائق، وبعض الواحد يقول بيانات، وبعض الواحد يقول معلومات، وبعضهم يقول معرفة. حتى ما تصير المحاضرة مملة، شو الفرق بين الأربع تعبيرات الحقائق والبيانات والمعلومات والمعرفة؟ من يبي يقول؟ فيه؟ ها؟ فيه؟ شو الفرق؟ الحقيقة البيانات والحقائق تستخدم بشكل متبادل اللي هي facts و data بالإنجليزي. المعلومات عندما تخزن أو تعالج الحقائق أو البيانات وتكون لها معنى أو مدلول تسمى معلومات، فتنتقل ويكون لها قيمة طبعاً، تنتقل من حالة الحقائق أو البيانات الصماء إلى المعلومات اللي لها قيمة سواء لها قيمة سياسية أو سوقية أو تجارية. عندما تتحول المعلومة نفسها تكون عندها القدرة على أن تولد معلومة ثانية وبطريقة مضطرة تكون تتحول من معلومة أو من معلومات إلى معرفة. خلنا أعطيكم مثل بسيط، لنفترض أنا قلت مثلا أن أحمد الذوالي الله يرحمه، أحمد الذوالي يعني أنا ما أتكلم عن اللي إحنا نعرفه، بس إذا واحد هي قال أحمد الذوالي ما له أي مدلول، هذا حقيقة يمكن واحد اسمه أحمد الذوالي، لكن لا تعني إلا أنه اسم شخص اسمه أحمد الذوالي الله يرحمه ما له قيمة. لما أقول أحد مؤسسي جبهة التحرير أنا عالجت أحمد الذوالي واكتشفت طلعت من أنه أحد مؤسسي جبهة التحرير. عندما أسوي نظام يعني حق سيرة أحمد الله يرحمه ونضالاته ودوره وأخلي أنه ما دخل كلمة أحمد الذوالي الكمبيوتر عند حكم النظام اللي انا حولته يستطيع ان ياخذ كل من هو احمد الذوالي ما له علاقه بجبهه التحرير يعطيني يقول احمد الذوالي هاي تاريخه تحول الى معرفه من معلومات، فمن حقيقه صماء ما لها معنى الى معلومات لها قيمه الى نظام معرفي يولد قيمه مضافه. بين المعرفه والمعلومات الحقيقه في هامش كثير يعني ضيق، ودائما في بعض الحالات يستخدمون بشكل متبادل. مثلا يعني جمعيه المكتبات العالميه والامريكيه تقول ان تاكد الدراسات اذا تلاحظون ان المعلومات والمعرفه
فالمعلومات والمعرفة ينخططوا مع بعض. في نص ثاني يقول ينبغي أن تركز كل المعلومات وإدارة المعرفة. فهني أيضاً استخدم بشكل متبادل. بعدين ضرورة إدخال معلومات جديدة وقواعد المعرفة. هنا أيضاً الكل يستخدمهم أو يعني ثلاث حالات يستخدموا بشكل متبادل. فهناك فرق شاس يعني ضيق جداً بين المعلومات والمعرفة. الفرق بينهم أن المعلومات تتحول إلى معرفة عندما تتوفر في نظام يستطيع أن يولد قيمة مضافة أما سوقية أو تجارية أو حتى سياسية. الحين بنتكلم احنا عن دور المعلومات لها دور. احنا نعرف اي منتج يبدا بمرحله خلينا نقول الطفوله، يمر بمرحله خلينا نقول النضج، بعدين التدهور والاضمحلال. اي منتج في العالم حتى المعلومه. المعلومه الحقيقه تمر اول شيء الحقائق. نعالج الحقائق من خلال اختيارها. أنا مش كل حقيقة أنا مضطر أن أختارها، أختار الحقيقة اللي تناسب حاجتي، بالتالي لها قيمة بالنسبة لي أنا، والحاجة اللي لي أنا تختلف عن حاجة الدكتور حسن، تختلف عن حاجة الأستاذ أحمد الشملان أو الأستاذ حميد مراد. بعدين أبدأ أخزنها. طبعا التخزين ممكن يكون في هيئة تقليدية، كتاب، ممكن في أوراق، ممكن تكون في كمبيوتر. بعدين لما بعد ما اخزن ابدا اعالج. عقب المعالجه تبدا عمليه البث. بعد البث تتحول الى معلومه لان صار لها قيمه. وبعد المعلومه تتحول الى معرفه، وتبدا المعرفه تولد حقائق جديده، وتبدا الدوره من اول وجديد. اذا هذه دوره حياه المعلومات. من حقائق صماء تتحول الى نظام معرفي، والنظام المعرفي يولد يعني حقائق جديده. هذا اعتقد واضح جدا في اذهان اي واحد حاضر. الحين نوعية المعلومات، مش كل المعلومات لها أهمية. أنا الحين افترضت أن حولت الحقيقة إلى معلومة بعد معالجتها، خزنته وحولت إلى معلومة. أول شيء حتى تكون معلومة مفيدة لازم تكون صحيحة ودقيقة. ما في على طريقة أن هي حوالي أو تقريبا، لازم تكون دقيقة بحيث أن تكون تستطيع أن تعينني على أخذ قرار. فتكون صحيحة لازم تكون دقيقة. وبالتالي من يجمع المعلومات عليها يتحرى ان تكون معلومات مصادر دقيقه ومصادر ايضا صحيحه. وهني يعني خلنا برجعكم مرات، احنا كثير من الاستشهادات اللي احنا نحطها يكفي ان احنا ان مثلا نستشهد بمقال ورق في جريده او صحيفه او مجله. السؤال ايش كثر او الى اي مدى هذا المصدر دقيق، وايضا كاتب المقال أو اللي حط المعلومة أيضا دقيق، أو على اطلاع يكفي أن يكسب ثقتي أو أن أعطي ثقتي في دقة وصحة معلومة. مصداقية، يجب أن تكون المعلومة قادرة أن تصمد أمام أي اختبار حتى تكون نوعية جيدة. وبالتالي عليها أن تمر بمرحلة من الغربلة لكي تكتسب المصداقية. الاتساق، ما يصير معلومه تبدا بشكل وتنتهي بشكل، وفي الحالتين سواء في البدايه في النص او في الاخير ما متسقه المعلومه، ما متسقه مع الجو او البيئه اللي هي طرحت فيه. اذا انا ابتدات على سبيل المثال في ان نفترض الولايات المتحده الاقتصاد الامريكي يعاني، ما يصير في الاخير او اطلع باستنتاج يقول الاقتصاد الامريكي في حاله انتعاش. لان اللي بيقرا في البدايه تكون النهايه مختلفه، بالتالي ما في اتساق بين اول معلومه انطرحت واخر معلومه تم التوصل لها. التنافسيه، لازم تكون المعلومه اللي انا اريدها عندها قدره تنافسيه مع المعلومات المشابهه. على سبيل المثال اذا احنا نفترض ان اليوم شركه تريد ان تطرح دراسات الجدوى، بالتالي يجب ان تكون دراسه الجدوى التي تقدمها هذه الشركه عندها قدره تنافسيه على كل الدراسات اللي قدمتها الشركات الثانيه، لكي تستطيع ان يعني تجد من يسوقها وتجد من يقتنيها او يشتريها. صلاحيه، طبعا لازم عندها المعلومه عندما توضع على محك الاختبار يجب ان تكون صالحه. اي محك اختبار. ايضا يجب ان يكون مع معلومه عمر زمني،
بمعنى أنه ربما المعلومة اللي تفيدني يعني خلال مثلا فصل الصيف تختلف عن فصل الشتاء، أو مثلا فترة ما قبل الانتخابات لها أهمية، فترة بعد الانتخابات غير مهمة. لنفترض أنا برشح لمنصب انتخابي، الإحصائيات اللي بجمعها عن دائرة الانتخابية مهمة إلى اللحظة التي يعني يغلق في باب الانتخاب أو الترشيح والانتخاب، بعد ذلك غير مهمة. آخر شيء هو أهم شيء، بغض نفترض كل السبع أو ست الخصائص الأولى توفرت في معلومة، ولكن هذه المعلومة يصعب الوصول إليها. إذا ما لم تصل للوصول يعني تحقق إمكانية الوصول تفقد المعلومة أي جدوى من وراها. والحقيقة الوصول مو بمعنى أن نستطيع أن نحصل عليها عبر طرق ملتوية أو طرق مكلفة أو طرق غير طبيعية أو طرق فاسدة. يجب أن تصل إلى من يحتاجها في الوقت المناسب وفي الهيئة المناسبة وبالكلفة المناسبة. بمعنى أنه نفترض طلاب الجامعة، إذا طالب الجامعة لا يستطيع أن يصل إلى المكتبة بطريقة سهلة لكي يعني يقوم بإعداد دراساته، إذا المعلومات اللي في المكتبة ما لها قيمة. إذا نفترض أن المكتبة هي كلها سوى يعني كثير من الناس يعني يقول لك أنا بمكتبة يعني مؤتمة بحيث أن الكتب ما في داعي تكون يعني ورقية، إذا هذا التلميذ أو الطالب لأي سبب من الأسباب لا يستطيع ما عنده كمبيوتر، بالتالي كل الكتب ما لها قيمة. إذا الوصول للمكتبة باشتراك مرتفع أيضا وهو لا يستطيع أن يعني يدفع هذا الاشتراك، إذا أيضا الكتب بغض النظر عن قيمته بالنسبة له ما لها قيمة لأنه لا يستطيع أن يصل إليه. بالتالي أهمية أن تكون المعلومات مفيدة، أن تصل لمحتاجها في الوقت المناسب في الهيئة المناسبة وبالكلفة المناسبة. هني الحقيقة وهذا مهم، إذا بتشوفون يعني في إذا أخذنا خط المعلومات، هذه ما في أي معلومات، المعلومات صفر يعني، وهني معلومات كاملة. الطريقة التقليدية إن إذا أخذتها يعني قبل لما ما ينتقل من غير هاي المرحلة أو هاي المساحة، مساحة الجهل، أنت ما تعرف المعلومات، إنما تحصل على المعلومة. الطريقة التقليدية إن تروح بشكل خطي لين توصل إلى يعني خلينا نقول كامل المعلومات كاملة. الطريقة المبدعة اللي أنت تبدأ يعني تولد اللي إحنا اللي قلنا اللي هو طريقة خلينا نقول مع يعني كمية معلومات مع الفهم اللي أنت لها، لين تولد يعني تفكير إبداعي أو تفكير مبدع. هني أنت تولد تتحول من معلومات إلى معرفة. الحين بوصل خلاص المعلومات، في شيء حل المعلومات؟ سؤال، استفسار، ما قالت في شيء توصيل؟ يتفضل. في ما طرحت موضوع علاقة المعلومات بالواقع، كل طرح كل فكري بس. بمعنى ماذا؟ يعني انت طرحت الزمان ما طرحت المكان. لا انا قلت لك لازم المعلومه توصل في الهيئه المناسبه والوقت المناسب وبالكلفه المناسبه. فهذا يعني الزمان والمكان موجودين. الزمان هو يعني مكان بين مكان المعلومه وطالب المعلومه. هاي مكانين يجب ان يكون. ويقصد قصده يمكن يشير الى اثر المعلومه طبيعي. هذا خلينا نوصل للقرار، لأن القرار هو اللي بيغير، هو اللي بيغير. طبعاً هنا عدة تعريفات لمفهوم القرار. القرار هو اختيار بديل بين عندك عدة بدائل، وأنت لما تقرر أن تختار أنت تبدأ في اتخاذ القرار. طبعاً في فرق بين القرار في مرحلتين، مرحلة اختيار القرار مرحلة صنع القرار وبنيه. ممكن يكون تحليل لمشكلة قادمة، تتوقع مشكلة وتبدأ تحط سيناريوهات والحلول الممكنة وتحط البدائل وعلى ضوها تأخذ قرار وتبدأ تصنع، تحول من اتخاذ إلى صنع القرار. طبعاً هي عملية ذهنية وهذا مهم جداً، تتطلب قدر من التصور والمبادئة والإبداع ودرجة عالية من المنطقية. قرارك إذا ما في منطق
يفقد قيمتك القرار. وبالتالي يجب أن تكون أنت تستطيع أن تصل إلى هدفك عبر أقصر الطرق وأقلها كلفة. هني آخر شيء اللي يجب أن نستند إلى قاعدة واسعة معلومات. إذا ما عندك معلومات كل ما عندك يعني في علاقة طردية بين كمية المعلومات المتوفرة وخلي نقول صواب القرار المتخذ. كل ما تكون عندك معلومات أكثر كل ما تكون عندك أنت قدرة اتخاذ قرار بشكل صحيح. مثل ما المعلومات لها سرعة دورة حياة، القرار له دورة حياة. أول شيء حتى تقرر حتى تتخذ قرار، أول خطوة أنك أنت تدرس وضعك الحالي، يجب تكون ملم بالوضع الحالي. بعدين تحدد المشكلة أو الهدف. بعدين تدرسها، أنت حددت مشكلة، الفرق بين تحديد المشكلة، أنا عارف مثلا أن ما عندي إمكانية أن أبدأ عمل تجاري، أنا حددت أن عندي مشكلة. بس ابدا ادرس المشكله، شنو اسباب عدم مثلا بدء في عمل تجاري، شنو المعيقات، شنو الصعاب، شنو خلينا نقول الفرص المتاحه، كل هذا لازم ابدا انا في يعني دراسه المشكله. بعدين تبدا في وضع الحلول، بعدين تختار الحل المناسب، بعدين تبدا في تنفيذ القرار، بعدين تبدا في تقييم القرار، ترجع الدوره من اول وجديد. لان لما تاخذ قرار وتقيمه تبدا تولد حاله جديده وتولد مشكله جديده، وهذه انت يعني مضطر تبدا من اول وجديد تبدا دوره حياه القرار مره اخرى. مثل ما قلنا المعلومه الجيده لازم نتكلم عن القرار الجيد. اول شيء انا طبعا عن دوره الحياه القرار، في فرق بين دوره الحياه وبين القرار الجيد. لما الدوره بشكل موضوعي مستقل تمشي لحالها، القرار الجيد هو اللي انت تتخذه او الشخص معين ينتخب. أول شيء تحدد الهدف والمشكلة، بعدين جمع المعلومات الكافية، لازم تجمع معلومات كافية إحنا قلناها. هني الفرق بين القرار الجيد ودورة حياة القرار. لازم توسع قاعدة القرار وتشرك أكبر ناس لهم علاقة بصنع القرار اللي تتخذه. بعدين تحط الخيارات والبدائل. هذه نقطة مهمة الحقيقة يعني بناقشها بالتفصيل، اللي هي الموازنة بين تلك البدائل وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها. لازم نعرف نقاط الضعف والقوة والخطر والفرص المتاحة عند أي قرار ناخذه، وبقول ليش هالأربع نقاط مهمة. بعدين تحط جميع السيناريوهات. الحين في عندي قرار تركيبي، انا ابدا اركب مجموعه مكونات واركب يعني مقدمات واطلع بقرار. في قرار ثاني اللي هو قرار مثالي، ربما انا ما ركبت لكن اخذ قرار، ويعني في فرق بين المثالي والنموذجي. اتكلم عن قرار الى حد ما ربما لا يطابق الواقع وليس بالامكان تحقيقه، ولكن انا اخذته كقرار. يمكن انا ما مقتنع فيه قراري، لكن اقول هو القرار الوحيد العمل اللي ممكن يتحقق، الظروف كلها ما تسمح الا بهالقرار، بالتالي اتخذت القرار. اهم انواع القرار اللي هو بالاضافه للتركيبي والتحليلي. انا احلل وفي ضوء اخذ قرار يحلل كل الامكانيات اللي انا قلتها في القرار الجيد. في نوع من القرارات احنا دائما ناخذها القرار الواقعي. انا ما مقتنع فيه لكن هذا الواقع يفرض عليه ان اخذ هذا القرار. في اي من هالخيارات لازم عندما تبدا تنفذه لازم ترجع تقيمه حتى يكون قرار مفيد. اذا ما تقيم ما تنفذ القرار ما تقيمه ما له اي ما يصبح قرار، يصبح عندي شيء حتى بينك وبين نفسك. الحين نتكلم عن طبيعه القرار. اما تتخذ هيئات عليا واما هيئات متوسطه أو الإدارات التنفيذية اللي هي الدنيا. القرار الهيئات العليا تأخذ دائما يعني قرار استراتيجي. ما تدخل لا في الهيكلة ولا تدخل في التفاصيل. أنا بدخل حال، عندي قرار لازم أدخل حال كقوة يعني استراتيجية أو كمؤسسة استراتيجية. تحت أبدأ هيكل. أحط القرار من بينفذه، من بيسويه، من بيتابعه، من بيقيمه. وبينهم طبعا
تكون شبه مهيكله اللي هي منزلتين بين منزلتين، ودائما تاخذ حتى في المؤسسات الادارات المتوسطه اللي هي الفئه المتوسطه بين القمه والقاعده. هذه هرم يعني طبيعه اتخاذ القرار. الحين اذا حطيت الهرم من وين ببدا؟ من القاعده بطلع فوق. اول شيء قلنا حددت المشكله، بعدين جمعت المعلومات الكافيه، بعدين شاركت ذوي العلاقة، بعدين وضعت السيناريوهات هني، حطيت وحطيت هذه بالأحمر، حطيت البدائل مكامن الضعف والقوة، بعدين أخذت الخيار الأخضر. بدخل في التفاصيل شوي في مكامن الضعف والقوة. أحد عنده فكرة عن سوات أناليسيس؟ اللي هي هذه نحن ناخذها دائما في ان انا لما بدي اي مشروع اخذ الحقيقه هذه الاربع اللي هي الاس حق سترينث، الدبليو حق الويكنس، والاو حق اوبورتيونيتيز، والتي حق ثريت. عاده الحقيقه نقاط القوه ونقاط الضعف تكون داخله في المؤسسه، نقاط الاوبورتيونيتيز والتهديدات تكون برا المؤسسه. هالاربع حقيقه مربعات دائما اسال اسئله، شنو انا نقاط ضعفي؟ شنو نقاط قوتي؟ شنو الفرص المتاحه عندي؟ وشنو التهديدات اللي تواجهني؟ زين الحقيقه هذا طبعا المعادله اللي اخترعت او يعني اكتشفت او يعني سجلت في جامعه ستانفورد. العرب للحين ما وصلوا هنا، يعني عاده ما يتبعون هالزين. الاجانب اخذوا الحقيقه عكس ذلك، وصلوا الى شيء ثاني يسمونه عكسوا السوات، عكسوها شو تصير؟ توس اللي نقاط القوه مالك اللي هي السترينث، اذا حطيتها يعني من التي اللي ممكن تكون تهديد. بمعنى ماذا؟ انا اليوم نقطه قوتي ان انا مثل اكبر تاجر في السوق، بس هذا ممكن يشكل لي تهديد، لانه ممكن يتفقون على التجار كلهم ضدي لان انا محتكر. فيتتحول نقاط الضعف الى نقاط القوه الى تهديد. نقاط مثلا الضعف ممكن انا الان فقير، ممكن هذا يفتح لي فرصه ان انا على الاقل اطلب مساعده. ونفس الشيء بالنسبه حق الفرص وبالنسبه حق التهديدات. الحين نتكلم عن العلاقه بين المعلومات وصنع القرار. برجع حق بيكاسو. بيكاسو خذ قرار وقال ان اللي باقوني تذكر في البدايه اغبيه، لان تركوا ولا واحد من لوحاتي باقوها. هل تعتقدون ان قرار بيكاسو صح ولا خطا؟ في ظل العلاقه بين المعلومات وجمع المعلومات والقرار اللي اخذه بيكاسو. زين استاذ فاضل يقول انه ما اهتموا باللوحات. ها؟ وربع من اللوحات ما باقي. زين ما عندنا لوحات هو بشكل محسوس. ما عندنا هو اللي رسم، هو اللي تعب، هو اللي يعرف قيمة اللوحات، بينما وصفهم بالأغبياء لأن ما عرفوا قيمة يسمون قيمة الجهد اللي بذل. بعد. والأخ شعر بالإهانة. يعني ما حد عبره مره ولا خمسه ولا هذه فان مو زين. ممكن يعني ممكن يعني منصور. زين فوزية؟ أنا قلت المسألة نسبية يعني. لا أنا أتكلم عن العلاقة بين المعلومات والقرار. هل قرار صائب ولا مش صائب؟ هو قال أغبية وكان غضبان زعلان لأنه ما أخذ لوحات. غضبان؟ إي وأنا زعلان. قال كبرياء جرحت. ولو اقربكم ما سووا ما جمع معلومات. اول شيء في احتمال هم عقب ما انخرب
شافوا الذي هذا كان بيكاسو فاحترموا قولوا عيب وحاط، هذا احتمال. احتمال ثاني انهم لما دخلوا يعني في اللحظه اللي قرروا يبقون فيها حتى انهم عارفين بيكاسو ممكن الشرطه وصلت بالتالي ما شردوا احسن يعني يشردون احسن من يتمون يقولون اللوحات. الاحتمال الثالث الحقيقه انهم ما قرروا يبقون ياو في هناك شيء اثمن من لوحات بيكاسو بالنسبه لهم هم، فبالتالي قرار بيكاسو انهم اغبيه او حمقى احمق، ما جمع ما حاول يعني يجمع معلومات بحيث ياخذ قرار صحيح على اساس يعني يقترب من صحه القرار الجيد. هذا احب نشوف برنانشو. برنانشو قال لما قرا النص واكتشف ان النص اللي هو كاتبه والكاتب ما قال انه حق برنانشو، قال فبرنانشو قال له يعني برنانشو طبعا معروف انه هو دائما يسخر، قال انه المره الجايه خليه يكتب حق كتاب معتبرين ويذكر اسمهم انه نقل عنهم. رايكم القرار صحيح ولا مو صحيح؟ يذم في نفسه يعني؟ ها؟ يذم في نفسه. واضح حبيبي واضح انه برنامجي لما يكتب شيء ينسى انه ما كتبه، وبالتالي يعني ما سوى مثل ما تقول يعني دراسه انه هاي المعلومات اللي جابها الاخ او نسبها اليه اللي هي صادره منه هو او من هذا المنح. ما نسبها هو الكاتب هذا اخذ من اخوال برنامجي بس بدون ان ما ذكر اسمه هذا كان اسمه قال ايه قال ايه ليش؟ هو قال ايش رايك بكتابي؟ ايه بس الاخير هو يقول عليه انه ينسبها لاصحابها. ايه هو يعني لازم ينسبها لاصحابها بس قال لازم يقول ينقل حق كتاب يعني كويسين مو كتاب. لا لا انا اشوف استخدمت من الجزء الاخير انه هو يعني هو انت مره ثانيه اذا اخذت اقوال قول له منها انه عارف ان هذه اقوال وكذا بس لا تنسب اليه. سرقة هذه سرقة تقريبا. ما حط احتمال برنانشو ان هذا الرجال يبي يختبره؟ يبي يتاكد ان هو يختبره؟ هذا واحد. ما حط احتمال ثاني هو يسخر منه؟ يسخر منه ممكن بس يختبره معه يمكن الاثنين. انا قصدي انه هو برنانشو ما يعني ما تعب نفسه وسال هذا اللي جذبه، وفي احتمال ثالث اللي هو احتمال ضئيل لكن احتمال حتى انا قلت لك لا تاخذ قرار لا تحط كل السيناريوهات والاحتمالات جمع المعلومات ما جمع المعلومات. في احتمال ثاني انه مثل ما اقول لك يعني تقارب افكار انه ربما يصير واحد في المليون لكن هذا احتمال. اذا برنامجو اخذ قرار احنا نسميه متسرع. احب نجي حق الاخير. ايش رايكم بهذا؟ هذه كل مره قال له واحد اعطى دينار، اثنين اعطى ثلاثه دينار، اربع حدا قال له اوقف اعطيه دبل. الملك بعيد النظر. زين. ما ينقال. هو قال له الشاعر قال له انا بقول لك ان كل ما اقول لك شيء اعطني الرقم اللي فيه اعطني دينار. فقال له الهكم اله واحد قال له اعطوا دينار. قال ثالثين في القارة أعطى 2 دينار ليه وصل إلى نيرة 11 كوكبا. الملك قال أوقف أعطوا الضعف اللي قاله وخليه يسكت لأنه خاف يوصل إلى سورة الأنبياء لما كان يخاطب يونس قال عندنا عدد شهور 12 لا عفوا آخر شيء اللي قال أخاف يقول وأرسلنا إلى ما عدا 1000 ويزيدون فبدفع 100,000. لا قرار صائب. ها؟ قرار صائب. ليش؟ لانه هو خلاص كل المعلومات عرف انه هذه بيستقله. اذا القرار الاخير صار انه عنده معلومات كامله، معلومات اللي يبي خلي يقول يشحن اقل من المعلومات، وهني اذا عندي معلومات انا استطيع ان اخذ قرار افضل منه اذا ما عندي معلومات. هذه الحقيقه العلاقه بين المعلومات وصنع القرار. شكرا جزيلا نص ساعه بالضبط. نشكر الأستاذ عبيد العبيدلي على هذه الندوة القيمة.
يعني من فوائد ان احنا بدينا في نفس في الساعه 8 بالضبط، ان احنا يعني عاده نبتدي في كل مره في هاي في هاي اللحظه، احنا اوريدي مخلصين تقريبا، فنفتح المجال للاسئله وللنقاشات وللمداخلات، من يريد ان يتداخل او عنده سؤال للاستاذ تفضل. تفضل استاذ علي. كيفيه تحويل المعلومه الى رقم؟ المعلومه الى رقم. رقم. شد المعلومات تتحول الى معامرة، يعني معرفة تصير لها قيمة، بس هي المعلومة اذا صارت لها معرفة وقيمة ما تتحول لها حقيقة. سؤالي يعني انت ما ضربت للجوانب الاجتماعيه مثلا صنع يعني اخذ قرار في شيء معين، مثلا واحده قررت تحدد الانجاب، تحديد الانجاب يعني اكيد فكرت واخذت قرار، يعني ما تناولت الجوانب بس اشياء نظريه بحته، فما رايك يعني في الجوانب الاجتماعيه؟ الخير البيانات اللي ذكرتها الندوة كانت ممتازة مغايرة للندوات السابقة. فأنا عندي سؤال، هل الاستبيان يدخل في جزء من البيانات أو نقدر نعول عليه أو نقدر نستفيد منه في أي مواضيع اللي ذكرتها؟ شكرا. استفسر الجانب السياسي، هل قرارات مؤتمرات القمة العربية لها صلة بهذا الموضوع؟ كثير من القرارات اتخذ بدون دراسة وبعد أن تفشل الدول في تنفيذها. سيد جعفر، وادري استاذ العبيد اللي يبقى يوصل للبرلمان ما يستطيع يحصل عقار، ما يعني هاي الندوة تبي توصل للبرلمان ما يستطيع انه يصنع قرار يعني، بس انت جايبها عن طريق ثاني يعني. نترك الاستاذ يجاوب على الاسئله وبعدين ناخذ اسئله ثانيه. تفضل. أول شيء كيفية تحويل المعلومات إلى رقم، يعني في الرياضيات في كواليتيتيف باث وفي كوانتيتيف باث، في الإحصاء في كواليتيتيف ستاتستيك في كوانتيتيف ستاتستيك، بالتالي ممكن تحول المعلومات إلى رقم إذا أنت تحول إلى رقم وإذا الرقم هذا مفيد. يعني على سبيل المثال أنا ممكن يعني أجمع مجموعة من المعلومات وأسوي لها يعني خلينا نقول لا أسوي لها مبريتنج، بس من احولها الى يعني قانون وعبر القانون احولها الى ارقام، هذا تصير ممكن، لكن عليك ان تكون يعني كثير كثير دقيق، لان شلون بتحول يعني المعلومه الى رقم. اعطيك مثل بسيط، اليوم انت مثلا على سبيل المثال تبي تقول ابغى اعطي مثلا ابغى اسوي امتحان لقبول عضو في المنبر التقدمي، فاجي يقول انا بعطي علامه، عندي انا 100 متقدم ابي اخذ منهم، انا قررت 5 أو 10 فقط، فاجي تقول اوكي مثلا العمر لا 5 درجات، خلينا نقول شهاده المؤهل العلمي لا 10 ووزني يعني هني انت حولت الى رقم. الان ايش كثر انت صحيح دقيق في ان اعطيت ثقه للعمر 5 و10 التحصيل العلمي مقابل مثلا
نشاط الاجتماعي اعطيته 15، ربما لازم تعطي نشاط الاجتماعي 10 مقابل تحسين عيني 15. فانت عليك ان تعطي بالضبط وين تبي يعني تحطه. تحويل الرقم عندي انا مثلا كشركه، غير تحويله عند الاستاذ حق المؤسسه السياسيه، غير تحويله الى يعني مؤسسه اجتماعيه. المعلومات اذا تتحول الى حقيقه صحيح، لان المعرفه تولد حقائق. يعني هو الصعوبه مو تحويل المعرفه الى حقائق، لان هي كانت روحها. يعني على سبيل المثال لما وصلت القمر عبر مراكمه معرفيه ولد حقيقه، يمكن انت ان القمر هذه يعني طبيعه الحياه فيه. او مثلا المعرفه لما الناس طلعت الفضاء شافت الكره الارضيه ولدت حقيقه، ما في داعي بعد واحد يناقش احنا شفت الكره الارض كره او يشكلها كره. طبيعي وجدا حقيقه انها تتحول الى معرفه، ولكن الصعوبه الحقيقه في تحويل المعلومات الى معرفه. بمعنى ان ايش كثر تستطيع انت ان تولد نظام معرفي من خلال المعلومات. وهذا الحقيقة ينقلني إلى شيء آخر، هو التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي مبني على شنو؟ على يعني رأس المال الأساسي فيه رأس مال البشر. يعني أنت اليوم لما تقيس حقيقة أن شركة من نوع واتساب اللي عمرها مو أكثر من 9 سنين، يشتغل فيه حوالي 35 موظف، أعمارهم كلهم ما في واحد يزيد على 35 سنة، قيمتها 19 مليار دولار. كل الانفراستراكشر مال واتساب لا يتجاوز بتقديرات يعني خلينا نقول مضاعفة أكثر من يمكن 20 إلى 25 مليون. الباقي كله قيمة اللي في مخ الموظفين اللي في الواتساب. نفس الشيء جوجل بالرغم ان عنده يعني انفراستراكشر معقد جدا، ولكن نسبته لا تتجاوز 3% من الملكيه الفكريه لجوجل. احد مقاييس خلينا نقول المعرفه هي ايش كثر عندك انت بيتنت. شنو بيتنت بالعربيه؟ كلها انصار. براءة اختراع. الكوريين عندهم يعني براءة اختراع جدا عالية، أقل شيء بالعالم هم العرب. براءة اختراع ما تتجاوز 3 إلى 5 يعني براءة اختراع معترف فيه دوليا. الحديث اللي تكلمت عنه الجوانب الاجتماعية، ربما تكلمت يعني عن قضايا نظرية ما تطرقت حق الجوانب الاجتماعية، لكن أنا بقول لك خلينا ناخذ إذا نستخدم المعلومات في صنع القرار. يعني تفضلتي قرار الانجاب. خلينا ناخذها بشكل اعلى شوي. اذا قررت دوله من نوع الصين ان تحدد الانجاب. قرار الصين كان مبني على اساس احتياجات الصين الاقتصاديه والان تراجعوا عنه. فاذا كان جمعوا معلومات مثلا، انا هنا لا اتكلم عن حق بمعنى يعني حقوق الانسان، حق المراه ان تقرر تنجب او لا تنجب. أنا أتكلم عن علاقة المعلومة في صنع القرار. أنت إذا وهني أنا ما أتكلم عن مستهدفاتي. إذا الدولة حست أن موارده البشرية تفوق يعني خلينا نقول مواردها الطبيعية، وبالتالي هناك اختلال في يعني في عدد السكان بالنسبة للموارد الطبيعية أو الدخل، هنا من حقها يمكن أنها تقرر أنها يعني تحدد الجو. ولكن ربما دولة من نوع مثلا تقول أنا داخل حرب محتاج إذا يكون عدد مثلا سكاني أكثر لكي يتغلب على الدولة المعادية، بالتالي من الأفضل أن يكون يعني يشجع الإنجاب. هذه يعني قرار يكون مبني على جمع معلومات لها علاقة بالإنجاب وعدد الإنجاب، ويعني من الصعب جدا تحويلها قضية شخصية. يعني تتكلم عن يعني قضية قرار بمعنى على مستوى الدولة. الاستبيان الاستبيان، وهنا اتكلم عن يكون الاستبيان دقيق بحيث انه يحدد هذا الهدف من الاستبيان، ويعني الثقه اللي تعطيه حق كل اجابه في الاستبيان. يعني على سبيل المثال اذا انت تريد مثلا
ان تعرف ان شنو نسبه المراه في الاقتصاد، فعليك ان حتى تاخذ قرار تجاه المراه، ان هل المراه البحرينيه مثلا لها دور في الاقتصاد؟ اذا كان الجواب نعم فما هي نسبه انت يعني سماته، اذا كان الجواب لا ما هي الاسباب؟ بعدين انت تتحول لشكل ارقام، ان اذا النسبه منخفضه شنو الاسباب لتكون النسبه منخفضه؟ وهي طبعا هذا صحيح، الاستبيان عنصر مهم جدا من عناصر جمع المعلومات في الاستبيانات. قرارات الدول العربية الحقيقة يعني مو بس الحكام العرب، المعارضات العربية تعاني من نفس المرض. أولا احنا ما عندنا مراكز دراسات بالمعنى الحقيقي، ما عندنا ما يسمى بالثينك تانك اللي يعني بغض النظر عن رأي الحاكم أو القائد السياسي، أنا يعني ثينك تانك أعطيك الحقائق كما هي. على سبيل المثال يعني قبل ما يشن صدام الحرب على إيران، قبل ما تصير الحرب العراقية، طلب صدام من فريق أن يجمع له عناصر القوة والضعف في المؤسسة العسكرية الإيرانية. الحقيقة كان هناك إجماع في التقرير، وأنا يعني شفت التقرير، هناك إجماع أن الآن موازين القوى تميل لصالح المؤسسة العسكرية العراقية، ولكن هناك عامل واحد ممكن أن يقلب هذه الموازين، وهي أن كل عناصر التفكك الإيراني ممكن أن تتحول إلى عناصر تماسك عندما يكون غزو خارجي وخاصة غزو على الريف. ها؟ وهذا اللي صار. فبالتالي هو يعني هذا اللي يريد. احنا كل الحقيقه يعني اذا في بين قوسين ثينك تانك، الثينك تانك او الخبراء اللي يعني حوالينا يستقرؤون راي صاحب القرار ويرسمون له الطريقه اللي هو يريد انه يكون قراره منسجم معاه خوفا من يعني نتائجه. بالتالي كثير من الدراسات اللي تقدم مش صحيحه، يعني انا اتفق معك يعني، وهذا الحقيقه هذا ما احنا في المنبر التقدمي ربما اكون غلطان، لكن انا اشك ان الجمعيات السياسيه عندها من يجمع لها المعلومات ويعين على اتخاذ القرار الصحيح. وبالتالي انا اعتقد مهم جدا ان الجمعيات يكون عندها يعني ولو شيء مصغر ثينك تانك اللي يقول لها، يعني على سبيل المثال يعني ربما اكون خاطئ، لان على اي اساس اتخذ قرار المشاركه بالانتخابات او المخاطره؟ هل جمعت معلومات ويسووا السوات اناليسز اللي انا قلته ان مثلا عناصر القوه احنا اذا بندخل الانتخابات عناصر قوتنا كذا وعناصر ضعفنا كذا وعناصر الاخطار اللي في المشاركه كذا والاخطار اللي في المقاطعه كذا والفرص كذا في المقاطعه؟ هذا ما صار. وبالتالي ربما القرار صحيح لكن هو محض الصرف اللي خلى يكون صحيح، وربما الخطا خطا، بالتالي محض الصرف الخطا. انا اعتقد مطلوب من الجمعيات السياسيه ان يكون عندها ولو مقر صغير، وفي على فكره في كفاءات بحرينيه، في كفاءات بحرينيه تستطيع ان تحلل تجمع معلومات وتقدم. ليس بالضروره على فكره، ليس بالضروره ان ما يقوله الثينك تانك انت تاخذ فيه، بس على الاقل تعرف انت ان هذه يعني السيناريوهات قدامك. فانا اتفق معك يعني، وعاده يعني الثينك تانك هي مربوطه بالجامعات. يعني اليوم اذا تاخذ كل المستشارين اللي يكونون يعني محاط بهم الرئيس الامريكي كلهم خريجين هارفارد ستانفورد. وعلى فكره في سؤال مره سالوه لرئيس جامعه هارفارد، قول له شو السبب ان نسبه عاليه جدا من طلابك لهم يعني علاقه بمؤسسه صنع القرار في امريكا؟ قال الجواب سهل، احنا عندما نضع شروط القبول نضعها بحيث تاخذ النخبه، والنخبه هي اكثر جهه مؤهله او فئه مؤهله ان تحكم. بالتالي المخرجات يعني هي حقيقه بناء على المدخلات، واذا تاخذ في الكمبيوتر في قانون اسمه جيجو، جاربج ان جاربج اوت. البرلمان ما قلت البرلمان، البرلمان
بس ما يعني ما انا اقول لك اذا بتاخذ ان ايش كثر البرلمان مش بس البحرين، البرلمان العربي كله يعني تتخذ قراراته بناء على جمع معلومات، انا اقول لك اشك من اي برلمان، حتى البرلمان اللبناني، حتى البرلمان الكويتي. الحقيقه الكويتيين كان عندهم فتره يعني مجموعه شكلت النماري والنفيسي وسامي، شكلوا مجموعه من الحقيقه المدرسين او الاساتذه المصريين اللي كانوا ناصريين جو الكويت، وكانوا جيدين يعني كانوا عندهم لهم دراسات اللي واحدها اذا تذكروا المناظره الشهيره اللي صارت بين عبد الله النباري وصالح سعد عبد الله، كانت مبنيه على دراسه حدوله مجموعه من الدكاتره، لكن للاسف الشديد يعني هذه ما استمرت. ناخذ جوله ثانيه. مساء الخير. بالنسبة ل يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي الآن سيدة الموقف في نقل المعلومة، سواء كانت معلومة صحيحة أو غير صحيحة أو مشكوك فيها، بس هي الآن هي يعني الوسيلة الأكثر انتشاراً والأكثر استخداماً. سؤالي هو هل يعني صاحب القرار في المنطقة، في منطقتنا العربية أو دولنا الخليجية، هل يشكل بالنسبة لهم، طبعاً إذا كان الاستبيان هو يعني أصدق تقريباً مصدر للمعلومات، فهل تشكل المعلومات المنتشرة والمتبادلة في وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل مؤشر لصاحب القرار؟ هل نقدر نعتبرها مؤشر؟ شكراً. سؤالي عن قرار وزارة التربية والتعليم في قضية المنح والبعثات، لما قالت ان 40% تجي نتيجة المقابلة و 60% نتيجة المؤهل والتحصيل العلمي، هل هذا قرار صائب ولا لا؟ اي سؤال. 40% 40% كان إيه يعني من المقابلة، يحددونها في المقابلة، عرفت شلون؟ سؤال ثاني، ثورة المعلومات اللي وين وصلت الآن؟ هل في يعني شيء إحنا ما نعرفه حول ثورة المعلومات؟ علاقة الحركة بالمعلومة بشكل عام. الحركة شنو هي الحركة؟ الحركة يعني المعلومة عادة تجي من الواقع، الواقع عادة يكون مادي أو أنه منسوبة لمأخوذة من فكرة، فالواقع نعرف أنه في قانون عام في الواقع اللي هو الحركة، المادة موجودة في الواقع فيها حركة، فشنو علاقة الحركة بالمعلومة؟ أنا سؤالي حول مصداقية نقل المعلومات، يعني صاحب القرار السياسي لما نقول صنع القرار، يعني أنت القرار تصنعه وفقا لما تفضلت إلى لجنة إلى من خلال يعني جهة معينة تصداق المعلومات ومن ثم تقدم المعلومات صاحب القرار او صناع القرار. يعني عاد كيف يتخذ القرار في خاصة يعني الدول اللي ما فيها ديمقراطية قرار معروف، بس الدول الديمقراطية مر بعدة مؤسسات
الجهات حتى يتخذ القرار. هني عندي التساؤل فيما يتصل بمسألة القرار اللي اتخذ في الحرب العراقية الإيرانية حتى في غزو العراق، أو بالأحرى في غزو اسمها اللي هو غزو العراق 2003 الأمريكان، يعني موقف عند هذا الموضوع، لأن هذا ربما قصة الطول اللي هو الحرب العراقية الإيرانية تتوقفناها. هل المعلومات كانت صحيحة أو أن هناك نيات يعني جهات معينة في داخل الدوائر الأمريكية سربت معلومات خاطئة من أجل الغزو؟ يعني أنت حين مثل ما تفضل أنت المعلومات تأخذها حتى على طول تبني عليها قراراتك أو القرار اللي بتتخذه، يعني تصنع قرار. دائما قرار الحرب خطير، يعني هذا آخر مرحلة يوصلون ليه قرار الحرب مع دولة ما. فأعتقد كان في جهات لها مصلحة المنطقة باتخاذ قرار الاحتلال للعراق، لأن طلعت المعلومات فيما بعد، وخاصة لما أعلن عنها اللي هو وزير الخارجية الأسبق كول نسيت كول باول، يعني صرح بما معناه في الكونغرس الأمريكي أنه هو ضل أو ما يدري وصل الموضوع. أنا أعتقد كان خطير واتخذوا القرار بالغزو. إذا في أحد عنده أسئلة قبل نعطي السيد جعفر وبعدين الأخ حسين حنا. هل القرار الفردي صائب أم القرار الجماعي؟ أي هو صائب؟ هذا اللي جابه كل جابه صائب. أحمد أنا مع الأسف إن ما لحقت على الندوة، لكن من المداخلات عرفت تقريبا مسألة العلاقة ما بين المعلومة وصاحب القرار. إذا هني بس مداخلتي صغيرة، أنا أعتقد إن يجب التمييز ما بين صاحب القرار وصانع القرار، خاصة إذا يعني تعكس هالنظرة على الدول العربية كيف تدار فيه الأمور وكيف تأخذ فيه الإيرادات وبما لها علاقة في الإرادة السياسية من فوق لأن يأخذ المعلومات والبيانات. لكن هل هو لأن هو لازم يأخذ قرار لأنه هو صاحب القرار، هو إنه لا فعلا يعني ممكن يكون هو من يصنعون القرار وتفاهم ويا شعبه وإلى القنوات الأخرى الموجودة عنده. أنا أعتقد هنا فيه نوع من التضارب في الأمور، خاصة في ظل الأنظمة العربية الموجودة، خاصة في أقصد عن الدولة المتغيرة التابعة في هذا المعنى. شكرا. شكرا أستاذ على الندوة الطيبة. سؤالي أنا موازي لسؤال أم خالد، هي طبعا تحدثت عن توظيف معلومات التواصل الاجتماعي. أنا حبيت أسأل، المعلومة في الغالب الصادرة من الدوائر الرسمية تكون يعني معلومة مضللة، في الغالب تكون مضللة، بس هي في النهاية معلومة، كمعلومة مضللة، كيف توظف هذه المعلومة المضللة من قبل التيارات الوطنية الديمقراطية في استخلاص دور فعال في مواجهة هذه المعلومة المضللة، باعتبار أنها تكون يعني معلومة ضد معلومة في يعني كمواجهة تواجه المعلومة المضللة هذه. شكرا. أول شيء في حدثين مهمين، يعني أول مرة يصيرون في تاريخ البشرية كلها. الحدث الأول إنه الجيل الأصغر أصبح يدرك ويصل إلى معلومات أكثر من اللي يصلها الجيل الأكبر. يعني اليوم كثير من أطفالنا بنكون معلومات إحنا ما عارفين. وعلى فكرة يعني كل تجارب العالم كل بلا استثناء تقول إن أحد أسباب فشل التعليم الإلكتروني المدرس، لأن المدرس أصبح غير عاجز أن يواكب ما يقوم به، مش الطالب التلميذ. فبالتالي هاي أول شيء.
على مستوى. الشيء الثاني الحقيقة أول مرة في تاريخ البشرية الإعلام يصنع الحدث ما يعكس الحدث. وبعطيكم مثال بسيط، اليوم إحنا قاعدين أستطيع أن أسوي تويت في مظاهرة في سنابس، الحين الكل بيروح على أساس يشوف المظاهرة، بيتجمعون 10,000 أوتوماتيكيا بتصير مظاهرة، لأن الكل عبال المظاهرة موجودة. يعني حقيقة التواصل الاجتماعي كله يعمل بما يسمى بالفيرال سبريد، اللي هو يعني الانتشار الفيروسي أو المشروع. يعني أنت اليوم لما تسوي أي تويت بلا يعني في حدوده الدنيا، إذا كان تويت مهم وذات الدابع يوصل إلى 500,000 اللي أنت ما تدري. الآن إيش كثر يعني وسائل التواصل الاجتماعي دقيقة، هذا صحيح. يعني هذه لما قلنا أن المعلومة تولد حقائق جديدة عليك معالجتها بطرق جديدة، هذا أحد الحقائق اللي صارت اليوم، أن الناس صارت تصدق وسائل التواصل الاجتماعي دون التمحيص فيها. وبالتالي علينا الآن أن نبدأ نخلق فلترات اللي تستطيع أن تصفي يعني ما يحمل التواصل الاجتماعي من معلومات كل الحقيقة مو بدقيقة، وبعضها مدسوسة، وبعضها يعني مرسلة بشكل لهدف مقصود يذهب ضحية كثير من الناس اللي يتلقونها ويبادلونها ويعوجونها بدون وعي. لكن هذا ليس مدعاة أن نقول والله إحنا بنوقف التواصل الاجتماعي، لا. يعني هذه الحقيقة أصبح التواصل، يعني إحنا قبل في الجامعة لين يجينا يعني تجينا رسالة كل ثلاثة أشهر، هو زين كل شهر مرة، هو زين. الحين إذا يقول لك هذا يا أخي درستك إيميل، شفت الإيميل مالك ليش ما جاوبني؟ زين ليه ما بطلت عيني من الصبح يعني. فبالتالي يعني وتيرة حقيقة التواصل سارعت، وبالتالي علينا أن نخلق يعني طرق اللي يعني تصفي الغث أو تميز بين الغث والسمين. شلون؟ ما أدري الحقيقة، لكن مطلوب الحقيقة التوقف عن كل ما تحمله وسائل التواصل الاجتماعي، لأن بعضها يضر من غير قصد، وبعضها الضرر مقصود أو الحدث يعني مقصود في أن يحدث هذا يعني شيء سيء. الحقيقة البعثات ما أقدر أقول لك صح ولا غلط، يعني ما أدري شو يصير في المقابلة، وعلى أساس أعطوها 40 مو 50 أو 30 مو 40. إذا القصد منه مثلا يعني الجامعات الكبيرة والمشهورة يعني تضع بين 15 إلى 20% لقبول الطالب هو نشاطاته غير الأكاديمية، بمعنى إسهاماته في المجتمع. لأن تقول لك أنا بالنسبة لي العلامات هي ثابت في المعادلة، يعني أقدر أقول لك إن مثلا أنت جايب 20 من 25 في الرياضيات، 18 من 25 في الطبيعة، 6 من 20 في الاجتماعيات، معناته أنت يعني مؤهلاتك علمية مو اجتماعية. لكن وقارنك بأي واحد، نفس الاختبار، نفس كل شيء، نفس الظروف، لكن نشاطك الاجتماعي، دورك في المجتمع هي قضية كثير موضوعية وغير يعني خلينا نقول مقدمة. بالتالي يعني هذا يعتمد على من يجي المقابلة، كيف تجي المقابلة، إذا كان باتجاه صحيح. هذا يعني ما مطلع على ثاني. أقدر أقول لك إنه يعني يجب أن تكون 60 أو 70 أو 50 مرة نسبة العلامات ضرورية. ثورة المعلومات وين وصلت؟ ما أدري والله. يعني مثل أي ثورة يعني. لكن الفرق بين المعلومة يعني أو ثورة المعلومات وأي ثورة ثانية، إن ثورة المعلومات لا متناهية، تتناسل بشكل طبيعي وتلقائي. الثورات الأخرى يعني الحقيقة ما لها طابع. وبقول لك يعني أول مرة أيضا في تاريخ البشرية، يعني سابقا كان عندنا شحة معلومات، الحين أصبح هناك تدفق بالمعلومات أكثر ما نستطيع أن نستوعب. يعني أنت تستغرب أن جوجل تعرف عنك أكثر ما تعرف أنت عن نفسك. في شغلات إذا في جوجل يعني خلي يقول تكتب اسمك وتقول والله أنا نسيت أن أعرف هالمكان وسويت هالشيء.
فبالتالي ثورة المعلومات الحقيقة مستمرة وما زلنا احنا في بداياتها. وحتى اقول لك يعني بتستغرب اذا نربط المعلومات بالاتصالات. إمكانية أو قوة الكمبيوتر اللي وصل الإنسان للقمر تعتقد شنو نسبته بالنسبة للتليفون اللي في يدك؟ أروح أجاوبك. أكيد وايد أقل. إيش كثر أقل؟ التليفون أقل ولا تعتقد إيش كثر أقل؟ اي ازين مش كذا اتكلم عن الكودينج لما سووا البروجرامينج حق ان انت توصل القمر مقارنه بالكودينج اللي سووه حتى انت 1 على تريليون يعني مقابل كل كمان حتى انا كمبرمج حط تريليون خط اليوم اسويه لازم اسويه في حق القمر وصل كانت الكاباسيتي مال الكمبيوتر 64 بايت ممكن 1 بايت الحين نتكلم عن احنا جيجا بايت البايت مليون والجيجا 1000 مليون. الحركه والمعلومه الواقع اذا بتاخذها من ناحيه طبيعه ان اي شيء في الحياه هو عباره عن تفاعل من يعني من عناصر الحركه وبالتالي الحركه بشكل طبيعي تولد معلومه لان حتى الدماغ نفسه عباره عن مجموعه من الحركات. مصداقية نقل المعلومات حقيقة والحرب العراقية الإيرانية وكذا واحتلال العراق يعني قبل ثورة المعلومات وقبل كذا يعني من الأشياء اللي إحنا ذهبنا ضحيتها كعرب ساكس بيكو إحنا رحنا وقاتلنا الأتراك تحت شعور أو يعني معلومات وصلت لنا إن إذا تخلصتوا من الأتراك أنتم تأخذوا استقلالكم سووا الدولة الحديثة ما صارت الدولة الحديثة بالأخير على الشريف حسين عطوه الأردن. إذا بتاخذ الحقيقة يعني خذ المعلومات اللي بدأت تتسرب الآن عن 9/11 اللي هناك حديث إنه يعني جزء من 9/11 اللي صار في أمريكا ما أقدر أكدها هو صراع داخل أجنحة في المؤسسة الحاكمة الأمريكية. ويعني رئيس الاستخبارات اللي في الجيش الامريكي يقول ان حجم الدمار اللي صار في البنتاغون ما ممكن ان تحدث طائره. ويبها بناء على قياسات لان هم يقول لك طائره. وتكلم عن يعني عن صراع داخل المؤسسه الامريكيه. فانا اتفق معك يعني الان مطلوب وبعطيك مثل بسيط يعني احنا يعني كلنا سمع عالي منه قبلنا ان الجيش العراقي هو رابع جيش في العالم وكان يعطونا احصائيات عن ما حد تكلم عن منظومه المؤسسه العسكريه. انا في 2005 2006 2005 كنا احنا مسويين مشروع في معرض مركز ابو ظبي للمعارض وفي معرض ابو ظبي المركز عندهم معرض كل سنتين مره يسوون حق الاسلحه. فانا كنت رايح اشوف المشروع وصرفه كان وقت المعرض. شفت بنيه حلوه والحقيقه عندها كاميرا، قلت ما تنقش فيها. فسالت قلت لها شو تسوي؟ قالت لي تعال حط الله يعزك حذائك على شو اسمه؟ على الاب، حطيت حذاء طلعت صوره الحذاء على الشاشه. فقلت له طيب قالت لي هاي شنو؟ قالت لي هذا احنا نسوي ثيرمال ايمجينج تصوير حراري يميز بين اي درجتين حرارتين لاي جسمين مختلفين. فدرجه حراره الجسم اللي هو الحذاء اللي يخدم الجسم اكيد اعلى من درجه حراره المكيت اللي هو على الارض. بالتالي طلعت صوره الاعلى حراره. قلت لها انا سالتي يعني لاي قالت لي لدرجه نستطيع ان نميز ان هل عندك انت ورقه بيضاء ولا ورقه جريده لان درجه حراره الرصاص يختلف عن درجه حراره الجسم الابيض. على اي بعد؟ قالت اي بعد بس الفرق ان سابقا كنا نرسم الثيرمال بيمز هذه من طيارات الهليكوبتر والحين نرسمها باجهزه صغيره.
قلت له من متى عندكم التكنولوجيا؟ فقالت لي احنا هاي طورناها بعد الحرب العالميه الثانيه. الان اذا اخذ هالشيء ايه الجيش العراقي كان في الصحراء في الكويت وكانوا يطبخون شاي في الدبابات، فاكيد درجه حراره الدبابه اعلى من درجه حراره الارض، معناته الجيش العراقي كله مكشوف. بالتالي مو بعدد كم دبابه وكم جندي وكم ايش كثر انت يعني كشف كل المعلومات. هاي طبعا الحين هم اللي قالوا لنا عن المفعل الاعظم. على فكره كل صناعه امريكيه تبدا لتحقيق هدف عسكري عقب تحول تجاريه. قانون عمل. في حرب فيتنام كان في يعني الفيتنامين استغربوا فتره ان الامريكان كانوا القصر الامريكي لفيتنام هانوي غير طبيعي ويقصف اهداف غير عسكريه وغير مأهول حتى. القرار كان ان كان في ريسيشن كساد في امريكا الاقتصاد الامريكي وبالتالي كان يبون يعني طبعا اهم مؤسسه اقتصاديه مؤسسه عسكريه في امريكا كان يبون يشغلوا المصانع. فكان في قرار عن كل الطيارين لا ترجع باي ذخيره ولا طاقه على اساس ان تبدا عجله المصانع الحربيه الامريكيه في الدمار. هذا ما حد درى بها. فانا اعتقد يعني هناك كم هائل من المعلومات اللي احنا ما نعرفها الان كيف حقيقه تمنع نفسك. انت اليوم اذا عندك باحثين المعلومات متاحه على فكره تستطيع ان تصل المعلومات نسبه ضئيله جدا من المعلومات المغشوشه. ولكن هني اللي احنا انا قلتها في البدايه شلون تتحقق من مصداقيه المعلومه صحتها دقتها تاخذها في الوقت الصحيح. احنا الحقيقه يعني شوف خذ ميزانيات البحث العلمي في الدول العربيه لا يعني بقول لك انا صراحه في سنه 1985 كان واحد عندنا نشر يسال شركه بريطانيه تقول انا الكتاب هذه طبعة الثالثه الاسبانيه 50,000 نسخه انت يعني غريبه 3,000 نسخه ما طبعت مره ثانيه انت 150 وقلت 150 او 250 فقال لها يعني يمكن بس تتكلمين عن اسبانيا امريكا اللاتينيه تتكلم قالت لها اسباني سبين فتصور انهم الطبعه الثالثه لكتاب مدرسي 50,000 نسخه وانت 3,000 نسخه الحين ما وزعتها. فيعني انا باعتقادي هناك يعني انا اعتقد تبدا يعني بالمدارس في المراحل المبتدئه تعلم الطفل شلون يقرا شلون يحلل شلون من حقه يسال شلون يجمع المعلومه. احنا يعني الحقيقه كل تربيه اطفال كلها بلا يعني لحالات نادره هي حالات قمع الحقيقه وحجم المعلومه عنه هذا ما يخصك وهذا مو شغلك وليش انت فضولي وليش تدخل روحك يعني كلها قمع لحاله الكيوريوسيتي اللي عند الطفل. بالتالي يطلع هو الحقيقه مخه ما له علاقه بالمعلومات ولا ينتج معرفه. مشكورين نشكر الاستاذ عبيد العبيدي على هاي الندوه القيمه ونتمنى ان نلقاكم في ندوات قادمه وشكرا.